انتقدته بشكل كبير جدا الطريقة اللي تم بيها إدارة الأمور، واتكلمت على غياب الكفاءات. ليه قلت كده؟ ليه قلت كده؟ لأن احنا وصلنا لحالة عملت أزمة في البلد. مصر بتدفع الثمن من ميزانيتها، بتدفع الثمن من سمعتها، بتدفع الثمن من استقرارها، ومفيش حد بيتحاسب. يعني عادي جدا، أنا بتخيل إن الدستور القانون ده لو كان الانتخابات أجورية ثم حكم ببطلانها، يعني تخيل المشهد كان هيبقى عامل إزاي. ده احنا من حظنا إن هؤلاء الطاعنين راحوا قدموا طعن دلوقتي، والامور يعني كلنا ممكن نكون كنا متضايقين من ده، لكن اكتشفنا ان ده من حظنا، ان ده لو حصل بعد الانتخابات كانت هتبقى كارثه. احنا مش قادرين نعمل برلمان يقعد يعني 5 سنين واربع سنين، وبعدين فين الكفاءات؟ يعني حاجه صعبه. انا عايز اقول لحضرتك النهارده، انا استفزني جدا ان يكون رئيس الوزراء يعيد تشكيل نفس اللجنه برئاسه المستشار ابراهيم الهنيدي لان هي تعدل القانون. يعني على راي الحكم اللي معروفة أو الكلمات المقصورة، إزاي تعمل بنفس تأدي نفس الأداء وتتوقع أنك توصل لنتائج مختلفة؟ وبعدين دي لجنة، عشان بس يبقى الأمور واضحة، دي لجنة حكومية من الطراز الأول، وأنا رأيي أن هم كان لازم يتحاسبوا، وخاصة أن كلهم باعولنا الوهم خلال ال3 شهور اللي فاتوا دول أن القانون دستوري. أنا وإحنا عاملين ده بكرة في مصر اليوم، رصدين تصريحاتهم اللي كل واحد فيهم طالع يقول لك القانون دستوري القانون دستوري القانون دستوري. واذا تخرج المحكمه الدستوريه وتقول القانون غير دستوري، مش القانون ده بس، عشان بس يبقى الامور واضحه. الاصعب ان احنا عندنا كمان قانون مباشر حقوق سياسيه وقانون النواب رفض الطعون لاسباب شكليه، لان الطاعن ليس صاحب مصلحه. ده معناه ان الطاعن لو صاحب مصلحه والانتخابات جريت، يعني هذه القوانين زي ما هي، انه هيتعين عليها تاني. وهذا القانون، هذه اللجنة، عشان بس الناس تبقى واضحة، اللجنة لا تضم خبراء إلا واحد ممكن ولا اثنين. لجنة يرأسها وزير، هو وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي. اللجنة فيها مساعد وزير العدل، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، مستشار وزير التنمية المحلية. يعني إذا لجنة حكومية ما فيهاش ممكن إلا الدكتور علي عبعال، هو اللي يعتبر يعني بمعنى خبير او استاذ بتاع. ومع ذلك اللجنه حكوميه بحته، وبعدين ما خدوش راي حد، ما كلموش مع حد، ما وسعوش. احنا عندنا مشكله كبيره في مصر ان مساحه الحوار بقت ضيقه. ناس زي ما تكون بتكلم بعض بغرف مغلقه، وبتدينا وترمينا المنتج وخلاص، مفيش حد بيتكلم مع حد. فنرجع تاني ندي نفس اللجنه بدون حتى ما نضم ليها كفاءات جديده. وبعدين الدكتور عمرو طبعا راجل ممارس وفي نفس الوقت راجل الحقيقه دكتور عمرو انا افتكر استاذ محمود انه كان